انت مش محترم. يا ستي ملعون ابو الاحترام. طب حضرتك اهو قضيتي طول عمرك محترمه وشريفه وصاحبه مبدا، خدتي ايه غير الفقر والبهدله وقله القيمه؟ تصدق بالله لا اله الا الله، انا مش هسجنك ولا اكتبك بالقانون. رايحة فين؟ ايه ده؟ معقولة؟ استني بس، رايح فين يا قمر؟ عشانك يا قمر اطلع لك القمر مادام هوا القمر. انا طوعك يا قمر. ايه ده؟ بتعملي ايه يا مجنونة؟ هقتلك، هتموت كده واذبحك. يا سعادة الرب، انت مستني، لحظة واحدة، لحظة واحدة. ايه؟ السكاكين مش هنا. امال فين؟ هناك في الدرج اللي هناك اللي جاب التجاوز. ايوه ايوه هو ده. ايوه صح. لا ايه ده؟ انت هتموتيني ولا هتقعدي تنغزي فيا كده وتعذبيني؟ حرام عليك يا شيخ، هات التانية الطويلة المشرشرة، هي دي اللي هتنجز. مشرشرة؟ ايوه الطويلة. خلصيني من الدنيا. اهي ايوه اهي ايوه راحت. هي دي هاي. جاهزة؟ يلا بقى انا هديلك ضهري علشان المواجهة ما توتركيش، عشان المهمة تبقى سهلة. ها استعد يلا. تصور هي دي فعلا أغلى أمنية طلبتها في حياتي، إني أكون قاعد برسم وبتجلى وبعدين أخش المطبخ عشان أعمل شوية شاي فيقتلني القمر. قمر سلمت أمري، سلمني للسهر. يا صوتي وحش جدا. تصوري بس. ايوه بس بقى بس عندك حق، صوتي وحش قوي. تصوري ده لوحده سبب كافي علشان تموتيني دلوقتي. يلا يلا بفضل، خدي القرار يا استاذ، توكلنا على الله بس.